الناس لانه كانت بني ملال راه يتخمم ماشي يفرطوا فيها، راه بقاو تيتحاربوا عليها حتى جا الاستعمار. لذلك هو حيد السور، راه كانت محاطه بالسور، كان المغرب تيدخلوا الناس وكانوا تيجيو يهجموا عليها في الليل. لذلك الناس اولا ما كانش ديك الساعه الكاريان هنا اللي فوق من سينا، كانوا تيهزوا منه التراب، ولكن يتسخمر كانوا تيوصلوا بالسلاح حتى لتما، كتيخليهم شي يهزوا التراب، ولا الواحد خصو يهز التراب من تحت للدار ديالو باش يبني. لان بلاد ديال الخوف كانت بني ملا تتسمى بلاد ديال الخوف، بلاد ديال عدم الاستقرار، تيبنيو تيبنيو داكشي، وفي الليل تيدخلوا للكاف لانه تيهجموا، تيطلعوا من الصوار تيهجموا على الناس، شحال تيتقتلوا ديال الناس وداكشي تيدخلوا. والكاف كان تيدير هاد الوظيفه ديال التخزين، حتى البقر كانوا تيدخلوهم للكاف باش يخونوهم شليهم في الليل. فبالتالي البناء غتلاحظي واش كاينه شي مدينه قديمه فيها الساحات اللي في بني ملال؟ كاين شي مدينه قديمه كل بلاصه عندها ساحه ديالها؟ كاين شي مدينه قديمه فيها دوك الشوارع بهذاك الشكل؟ بني ملال راه واحد فريده من النوع ديالها في البناء، بحيث هي تجميع ديال القصوره. شنو هو القصر؟ هو عنده نفس المدخل ونفس التجمع السكني، عنده مقاربه ونفس الساحه. بني ملال هي قصر جنب قصر جنب قصر جنب، معناها ان داك البني ديال تافيله تحولنا لنا. بني ملال الدار تحول السوق وساحه الحريه، ماشي حول المسجد ولا شنو، هي 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 جات انترميدير وسيطه بين المدينه الرومانيه والمدينه الاسلاميه، تتجمع عند جوج الخصائص. ممكن حتى مدينه في المغرب تتجمع خصائص المدينه الرومانيه والمدينه. لاحظ كاع الشوارع لما تتمشي للمدينه القديمه فين تيديوك؟ كلهم تيديوك لساحات الحريه. جيتي من اطلس تطلع، جيتي من العماله تتجي، جيتي من سيدي عبد الحليم تتجي، جيتي من الباشا الحنصالي تتمشي، جيتي من الكركور تطلع ليها، جيتي من الهرية تطلع، جيتي من زلقتيت اليزيد تطلع، جيتي. لاحظ هذا القليل، هذا نمط ديال البناء ديال المدينة الرومانية، أي أن كل شيء المدينة القديمة ما تتعطيكش هذه القضية، بالعكس المدينة القديمة بحال المتاهة، تيتبعوا عادات، ويقدروا يديروا لك شانطيات بحال في سلا ولا في مراكش ولا زنقة ما فيها حتى مترو كاع. مدينة لا، البني من فيها ليسباس، وكل شيء تيعطيك لا. لو سونتر الوسط اللي هو هذاك ساحه الوحده. بني ملال نعاود ليك الفكره، بني ملال هي واحد المزيج بالمدينه الرومانيه اللي كان. شنو هي المدينه الرومانيه؟ كان اصلا هذاك شنو هو القلب النابض ديالها؟ هو الفوروم اللي تيجتمعوا فيه، لانه باش ولات انسيتي على النمط اليوناني، النمط اليوناني بمعنى ان الا مشيتي للوليلي غتشوف هذه القضيه. كاع الشوارع في وليلي تيعطيوك الفوروم، اي البلاصه اللي تنجتمعوا فيها وتنقرروا فيها وتنديروا فيها الاحتفالات ديال النصر وتنديروا فيها وتيكون فيها واحد القوس وكذا. بني ملال كلها كلها الشوانطي جي من اي بلاصه وتم غادي بلا ما تفكر، تلقى راسك في ساحه الحريه بلا ما تفكر. هذه ماشي خاصيه ديال المدينه الاسلاميه، المدينة الإسلامية تتبنى حد الجامع، ولكن حتى الجامع ما تيكونش قلب ديالها، تتعدد لغتتلقى هذا إلا كان شي قيصرية إلا كان شي حاجة، لا، بني ملال كلها مجموعة على ساحة الحرية. وبني ملال مدينة فيها الشمس، المدينة التقليدية في المغرب ما فيهاش الشمس، الزناقي ما فيهم الشمس، تدخلش ليهم الشمس، سير كاع لمدن القدام وتتلقى هاد الخاصية. بمعنى علاش فيها هذه الخاصيه؟ انها فيها مدينه ديال القرن التاسع عشر، معنى ان الناس خرجوا من نمط المدينه القديمه ودخلوا لنمط المدينه الحديثه، دوك اللي خطوا. ما نساوش ان الجيش المغربي ديك الساعه ولاو الضباط ديالو راه كلهم اجانب اللي تيأطروا. انا متيقن انه اللي خطوا بني ملال الاولى ماشي الفرنسيين، اللي خطوها هو ضباط كانوا في الجيش علوج، تيجي وتيدخل وتيولي تيهضر بالعربيه وكذا وكذا، ولكن عنده المعارف. راه لاحظ بني ملال راه تحفه من حيث التخطيط الحضاري. لذلك بني ملال كانت مدينه، دابا راه ماشي مدينه، ولكن في قديم راه كانت مدينه. هذا واحد الموضوع، هو ان بني ملال خلات المدينه وراها، ماشي تتمشي نحو المدينه.